بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا المساء بعون الله تعالى وتوفيقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج، فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه. نعم، الإكثار من العمرة والموالاة بينهما ليس عليه دليل، بل الأدلة تدل على عدم الإكثار والموالاة بينهما، وأنه يكون بين العمرة والعمرة بمقدار ما ينبت شعر الرأس، كما روي عن أنس رضي الله عنه أنه اعتمر ثم حمم رأسه، يعني سود رأسه اعتمر الثاني. فما يفعل بعض الناس من كونه يعتمر كل يوم عمرة أو يعتمر في الصباح عمرة أو في الوسع عمرة، هذا لا دليل عليه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج. نعم، وقد حج معه عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000 ولم يعتمروا بعد الحج إلا عائشة لما حاضت وأدخلت الحج العمرة ولم تطل نفسها، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يذهب صواحبتي بحج العمرة وذهبوا بحج. أمر أخا عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فحصلت لها عمرة. تعال صور. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج. نعم، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض. نعم، لم تعتمر عمرة مستقلة، لكن اعتمرت وجاءت العادة واستمر مع الدم حتى جاء اليوم الثامن، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل حج العمرة، فصارت قارنة، فحصلت لها عمرتان: عمرة القران بما حجتها، وعمرة مستقلة بعد الحج. نعم. قال: فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات. نعم، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان: العمرة التي مع حجها، وهذه العمرة المفردة. نعم، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج. فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج. نعم، عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. نعم، ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث. نعم، مع ما فيه ويسبب كثرة الزحام والحوادث. إيش؟ والحوادث. نعم، مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق. نعم، الحادث يعني من الذهاب بالسيارات. نعم. قال: لأن السنة أن تكون العمرة للداخل إلى مكة، هذا هو الأصل، فالداخل إلى مكة هو الذي يعتبر، أما الذي في مكة فليس في حقه أن يخرج منها سنة، أن يخرج يأتي بالعمرة، بل الأفضل لمن كان في مكة أن يتعبد لله في المسجد الحرام بالطواف والصلاة والقراءة. نعم. قال رحمه الله: اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان. نعم، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة،
ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط. قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط. نعم. وصلى خلف المقام 2 ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. نعم. الحالة الثانية، هذا الذي يأتي في غرس الحج، يأتي مثلا في محرم، في صفر، في ربيع، في جمعات، في رجب، في شعبان، في رمضان، هذا يعتبر عمره فقط، يأتي بعمره. والحالة الثانية التي في أشهر الحج، وهي شوال، ذو القعدة، وذو الحجة، له حالة أخرى. نعم. إذا الواصل إلى الميقات في غير أشهر الحج يعتبر عمره مستقلة. نعم. الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. نعم. فمثل هذا يخير بين 3 أشياء، وهي الحج وحده أو والعمرة وحدها والجمع بينهما. وهي أولا الحج وحده. نعم. ثانيا العمرة وحدها. ثالثا الجمع بينهما. نعم. وتسمى هذا الأنساك الثلاثة، الأنساك، تخير بين الأنساك الثلاثة، بالعمرة يحرم بالعمرة وحدها، أو يحرم بالحج وحده، أو يحرم بالعمرة والحج جميعا فيكون قارنا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة. لكن السنة في هذا أيضا، في حق هذا أيضا، إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة. نعم. أن يحرم بالعمرة يعني يكون متمتعا بها الحج، فيفرع منها يكون متمتع، يعني يحرم بالعمرة فهو متمتع ولو لم يقل لبيك عمرة متمتعا بها الحج، متمتع يعني مترفه، ترفه وأسقط أحد السفرين، فحصل على السكين في سفرة واحدة فهو مترفه، فلذلك وجب عليه الدم ومثل القارئ. نعم. ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الاغتسال والتطيب وتجرد المخيط الذكر. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة. نعم. وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. نعم. بل ألزمهم وحتم عليهم وألزمهم بأن يجعلوا إحرامهم عمرة إلا من ساق الهدي، لأنه خيرهم عليه الصلاة والسلام عند الميقات بين الأنساك الثلاثة، فمنهم من أحرم بعمرة كما قالت عائشة، وهذه وجوه الإحرام، منهم أحرم بعمرة، ومنهم أحرم بحج، ومنهم أحرم بحج وعمرة. فلما وصلوا إلى مكة أو قرروا، أمر الذين أحرموا بالحج مفردين أو قارنين أن يحولوا إحرامهم إلى عمرة. فالمفرد بالحج أمره أن يحول عمره عمرة، والقارن كذلك إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي يبقى على إحرامه. وحتم عليهم وألزمهم على الصفا، قالوا يا رسول سمينا الحج، ألزمهم قال افعلوا ما أمركم به، ولولا أني سقط الهدي لا أحللت معكم، فتحللوا إلا من ساق. نعم. قال إلا من كان معه الهدي. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. نعم. ولذلك ذهب جمع من العلم إلى وجوب التمتع، لأن النبي حتم عليهم وألزمهم، من أحرم بالحج مفردا أو أحرم بالحج والعمرة قارنا
أن نحول حول إحرامه بالحج مفردا أو إحرامه بالحج إلى عمرة، وحتم عليهم وألزمهم على الصفا عند المروة، فتحلل كل من الأنسق عليه. أخذ من هذا بعض العلماء إلى أن وجوب التمتع وأن التخيير الذي خيرهم عند الميقات منسوخ، قالوا يجب التمتع. ذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية، وذهب إلى هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذهب إلى المتأخرين الشيخ ناصر الدين الألباني، قالوا التمتع واجب إلا من ساق الهدي. من ساق الهدي إما أن يسوق الهدي فيحرم الحج وعمرة، وإما أن يحرم بالعمرة متمتعا بها الحج. نعم. وأما جمهور العلماء فيرون أنه التخير باقي. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الوجوب خاص بالصحابة ليزول اعتقاد الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وقالوا ما في عمرة في أشهر الحج، أشهر الحج خاصة بالحج. متى يكون تكون العمرة؟ يقول يكون العمرة إذا انتهى الحج، وإذا يقول قولتها مشهورة إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتبر، لأنهم شهر شوال شهر ذو القعدة هذا شهر كامل للحج على من الإبل، وشهر محرم كذلك، وكانوا يأتون على الإبل، وكان الإبل من طول السفر يحصل في ظهرها الدبر الجروح، فإذا وصلوا يداوونها، فإذا برئ الجرح ودخل شهر صفر حلت العمرة لمن اعتبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل اعتقاد الجاهلية فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فاستنكروا هذاك. في الجاهلية ما يعرفون العمرة في أشهر الحج، استنكروا وقالوا سمينا الحج، قال افعلوا معه. قالوا يا رسول كيف نتحلل؟ ما بقي على الحج إلا 4 ليال، قال افعلوا. قال حتى قال بعضهم يا رسول الله ينطلق إلى ميناء وذكره يحضر منيا ثم يحرم بالحج لأنه جاء مع زوجها، قال افعلوا ما أمركم به، فأمرهم فتحللوا. نعم، فأحرموا بالعمرة. شيخ الإسلام يقول هذا خاص بالصحابة ليزول اعتقاد الجاهلية، وغيره قال لا، هذا الصحابة وغيره، والجمهور على أن التخيير باقي، وهذا إنما هو على سبيل الاستحباب، العمرة على سبيل الاستحباب. نعم. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا. نعم. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي. نعم، حرم بهما معا. يقول لبيك عمرة الحج من ساق الهدي، سوق الهدي هذه سنة، وهي سنة مهجورة عند كثير من الناس، وهي أن يسوق إبل أو بقر أو غنم، يسوقها من بلدها ومن الطريق يشتريها ويذبحها في مكة يوم العيد، هذا سوق الهدي، تسوق الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه 100 بعير من المدينة مع الإبل اللي جابها أتى بها علي من اليمن، صار الجمل 100 بعير ساق كلها، وفي يوم العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنحرها كلها عليه الصلاة والسلام، نحر 63 على قدر سني عمره عليه الصلاة، وكل واحدة منها قائمة على 3 معقولة يده اليسرى، فيطعمها في اللبة التي في أصل النحر فتسقط ثم يجز عليها، وهكذا. هذا السنة، السنة أن تنحر إبل وهي قائمة، وأما البقر والغنم تضجع على شقها الأيسر وتذبح، البقر والغنم تذبح، هذا يسمى ذبح، وهي على جنبها الأيسر وهي باركة، وأما الإبل تنحر وهي قائمة، وأما ذبحة وهي باركة خلاف السنة. ولما رأى النبي رجلا ينحر ناقة باركة قال ابعثها سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ابعثها قائمة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته. نعم.
وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. لا حل حتى يحل فلا حل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. يوم النحر إذا رمى جبل العقبة وحلق رأسه أو قصر تحلل منهما جميعا، التحلل الأول، وبقي التحلل الثاني وهو الطواف والسعي. نعم. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر. نعم كذلك، من أحرم بالحج مفردا فإنه لا يتحلل يوم العيد، وكذلك القارن. أما المعتبر فإنه يتحلل إذا طاف وسعى وقصر ويبقى حلالا، فإذا جاء يوم الثامن أحرم مرة أخرى للحج من مكانه من مسكنه ويذهب إلى منى ثم يتحلل من الحج يوم العيد أيضا. نعم. قال كالقارن بينهما. نعم. قال كالقارن بينهما، يعني مثل القارن، المفرد والقارن سواء، كلاهما يتحلل يوم العيد. نعم. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه. ما لا لا علم وليس بهذا. معه هدي. نعم. قال أن من أحرم بالحج والعمرة بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه. نعم. بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك. نعم، هذا السنة في حق من لم يسق الهدي، السنة أن لا يبقى على إحرامه ولو ألبى بالحج مفردا ولا بحج قارن، بل السنة في حقه أن يفسخ إحرامه بالحج مفردا أو قارنا ويجعله عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويكون متمتعا، هذا السنة في حقه. نعم. وأوجب هذا جمع من العلم كما سبق. نعم. إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه. نعم. والله لو جاء متأخر في يوم عرفة، جاء في الظهر، ما في وقت أن يذهب يطوف ويسعى، هذا يذهب إلى يبقى على إحرامه قارنا أو مفردا ويذهب إلى عرفة الوقوف. نعم. وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه. إيش وإن كان؟ وإن خاف المحرم. إيش وإن خاف؟ وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه. نعم. لكونه مريضا أو خائفا من عدو. نعم. ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. نعم. قال أريد الحج وهي شاكية يعني مريضة، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. في بقية النص فإن لك على ربك ما استثنيتي، فإن لك على ربك ما استثنيت. وفائدة هذا الشرط أنه إذا منعه مانع المرض منعه أو أحد منعه من الوصول إلى البيت يتحلل ولا شيء عليه. أما إذا لم يشترط ومنع ماذا يعمل؟ هذا يصير محصر، والمحصر لا يتحلل حتى يذبح هديا في مكانه، يذبح الهدي يوصله إلى الحرم، يذبح في الحرم، فإن منع ذبحه في مكانه ثم تحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام وهو على إحرامه، فإذا انتهت 10 أيام تحلل، هذا المحصر الممنوع. فيكون الإنسان له حالات، الحالة الأولى أن يحرم بالحج أو العمرة ويشترط، في هذه الحالة إذا منعه مانع يتحلل ولا شيء. الثاني ألا يشترط ثم يمنع، فإذا منع لا يتحلل حتى يذبح هاديا إن وجد، فإلا مجلس صام 10 أيام ثم الحل. إذا ففي هذه الحالة يكون، أما إذا لم يعني
يفعل فإنه أما إذا لم يذبح أو لم يصف فإنه يبقى على إحرام، يبقى على إحرام حتى يذبح حجا أو يصوم 10 أيام إذا لم يجد، أو يؤدي المناسك، إما أن يؤدي المناسك وإما أن يكون محصر وقد اشترط فيتحلل، أو يكون محصر ولم يشترط فلا يتحلل إلا بذبح الهدي، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. هذا الشرط، هذا الشرط فائدة هذا الشرط قال محل حيث حبستني هو أن يتحلل ولا شيء، لكن هل لو اشترط وهو غير خائف ليس بمريض ولا خائف هل ينفعه الشرط؟ نعم، الفقهاء كلمة الفقهاء يقول يشترط، كل واحد يشترط، كل واحد هو يشترط. والقول الثاني كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا يشترط إلا إذا كان خائفا من إثمان المسكين، خائفا من عدو أو خائفا من مرض فإنه يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترطوا، اشترط الضباعة، جاءتني وقد أولد الحج وأنا شاكية مريضة، قال اشترطي، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. فعلى هذا الذي يستفيد من هذا الشرط هو الخائف، أما غير الخائف فلا يستفيد من هذا الشرط لا. وأما قول جمهور الفقهاء يقول كل أحد يشترط، قال بعض الشيخ المعاصرين كل الآن حوادث السيارة الآن كل أحد يكون خائف، لكن على كل حال ليس بواضح، لأن الحوادث حصلت حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا رجل واقف على ناقته فسقط منها ومات، هذه حادث، سقط من راحلته وقصته راحلته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا وجنبه الطيب ولا تخمر رأسه ولا وجهه فإن الله يبعثه ملبيا. نعم. قال وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. نعم. أما إذا اشترط وليس به علة فلا يستفيد من هذا الشرط. نعم. قال رحمه الله يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. نعم، وهذه الأدلة فيها دليل على جواز الحج الصغير، ولو كان ابن يوم أو يومين من الولادة يصح حج الصغير ذكر أو أنثى، ولكن ويكون ثواب الحج له للصغير، والوالد أو الولي له ثواب آخر ثواب الإعادة. وماذا يعمل وليه؟ إن كان الصغير دون 7 سنين فإنه ينوي الإحرام عنه وليه، يلبي وليه أمه أو أبوه ولبيك حج عن فلان أو عن فلانة كانت طفلة. وإذا كان ذكر يجرد من المخيط كالكبير ويطوف به وليه ويسعى به وليه ويقصر عنه وليه، وكذلك إذا أحرم به الحج يذهب به وليه إلى منى ويذهب به إلى عرفات يبيت ويرمي عنه الجمار ويقصر من شعره وهكذا ويطوف به طواف الوداع هكذا. أما إذا كان مميز فإنه يحرم بإذن وليه، يقول وليه قل لبيك حج، لكن يفهم يلقنه وليه قل لبيك عمره ويطوف به يمشي إذا كان يستطيع المشي ويسعى وهكذا. نعم، الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به ركب في الروحة قال من القوم؟ قالوا كذا وكذا، قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا في المهد قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفي حديث السائب بن يزيد قال حج بي وأنا ابن 7 سنين، فدل هذا على جواز حج الصغير، ولكن هذا الحج لا يجزي عن حجة الإسلام، إذا بلغ عليه أن حج حجة الإسلام. نعم. قال رحمه الله لكن
لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. نعم. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج. نعم. ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. نعم. العبد الذي يباع ويشترى إذا أذن له سيده بالحج صح الحج يحج، وإذا لم يأذن فلا حج، وإذا أذن له سيده حج صح حجه، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام إذا اعتق. فإذا اعتقه سيده أو كاتب وتحرر فإنه يحج حجة الإسلام، لهذا الحديث: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، الحنث البلوغ، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. نعم. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه. نعم. إذا كان دون التمييز دون 7 سنين ينوي عنه وليه، الأب أو أم، يقول لبيك عمرة، لبيك حج عن فلان أو عن فلانة، يقول لبيك حج عن ابن فلان أو عن فلانة. وأما إذا كان مميز ويفهم فإنه يحرم بإذن وليه، يحرم هو، يقول له ويقول قل لبيك حج، قل لبيك عمرة، وهكذا. نعم. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. نعم. الصغير المحرم إذا كان ذكرا يمنع، يمتنع مما يمنع مما يمنعه الكبير، يجنب الطيب ولا يغطي رأسه ولا يأخذ شيء من أظفاره ولا من شعره لأنه محرم كالكبير. كذلك الطفلة تكون مثل الكبير. نعم. وتصير وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف. إيش وينبغي إيش؟ قال وينبغي أن يكون طاهري الثياب. نعم. حال الطواف. في حال الطواف الثياب. نعم. والأبدان حال الطواف. نعم. ينبغي أن يكون الصبي الذي يحج ثيابه طاهرة وبدنه طاهر حتى حين يطوف به وليه، وطاهر الثياب والبدن، ما يكون متلبس بالنجاسة، ثيابه نجسة أو في بدن نجاسة. نعم. لأن الطواف يشبه الصلاة. لأن الطواف يشبه الصلاة. نعم. والطهارة شرط لصحتها. لحديث ابن عباس: الطواف ليس صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا تكلم بخير. والحديث فيه مقال، لكن الجمهور ما أخذوا بهذا الحديث: الطواف ليس صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا تكلم إلا بخير. نعم. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما. نعم. المميز حد التمييز 7 سنين، إذا تجاوز 7 سنين فهو مميز يؤمر بالصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولادكم بالصلاة لسبع، وإذا بلغ 10 ولم يصلي يضرب ضرب تأديب، ضرب تأديب، يعني ابن 7 يؤمر بالصلاة، 7 و8 و9 تأمره، من صلى فالحمد لله، ولم يصلي فلا، فإذا تم 10 تمر بالصلاة، فإذا امتنع تضربه طب تأديب حتى يتمرن ويتعلم، كما قال بعض الصحابة: كانوا يضربون على الشارة والعهد ونحن صغار، يعلم ويؤدب حتى لا ينشأ، يعني لا يعرف الصلاة أو ينشأ يشهد زور، إذا شهد زور الصبي فإنه يؤدب، كما قال وصل: كانوا السلف يضربون على الشارة والعهد وأنا صغار، إذا شهد شهد زور ضربوه حتى لا ينشأ تعلم هذا، وإذا شهد كذلك العهد خالف العهد فإنه يضرب حتى يتأدب ويتمرن، كما أنه أيضا يمرن على الصوم إذا كان يطيق ذلك ولو كان دون البلوغ، كما كان السلف يصومون أولادهم الصغار
ويعطونه اللعبة من العهن الصوف يتلهى بها حتى يفطر. نعم. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما. إيش؟ قال وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما. نعم. وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما. نعم، إذا كان مميزين يحرمان بإذن وليهما، يقول له ولي قل لبيك عمر، قل لبيك وجه، قل لبيك حج، ويتجنب محظورة الإحرام كالكبير، محظورة الإحرام الممنوعة من المحرم. محظورة الإحرام العلماء استقرأوها من النصوص ووجدوها تسعة، وهي لبس المخيط، لبس المخيط وتغطية الرأس والأخذ شيء من الشعر وأخذ شيء من الأظفار والطيب وعقد النكاح والجماع والمباشرة وقتل الصيد. هذه تسعة أشياء تحرم على المحرم، وتزيد المرأة لا تلبس القفاز ولا تلبس البرقع على البقعة، لا تلبس البرقع ولا النقاب في وجهها ولا القفازين في يديها. نعم. قال ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما. نعم. سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما. نعم. وإيش؟ والولي؟ قال ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما. نعم. سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما. نعم، سواء كان الأب أو الأم أو غيرهما أو الوصي، المهم هو القائم بشؤونهما هو الولي. نعم. ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه. يفعل الولي عن الصبي والصبية ما عجز عنه، رمي الجمار إذا ما يستطيع الزحام يرمي عنه. وأما الطواف فإن قدر على الطواف طافا وإلا طيف به محمولين، وكذلك السعي. نعم. كالرمي ونحوه. نعم. ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك. نعم. كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. نعم، هذا يلزمهما أن يأتي به. نعم. فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين. نعم، إذا عجز يعني ذكر عن الطواف والسعي طوف بهما محمولين. نعم. والأفضل لحاملهما، النبي صلى الله عليه وسلم ركب طاف على بعير لما غشيه الناس ركب وطاف على بعير. نعم. والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينه وبينهما. إيش والأفضل؟ قال والأفضل لحاملهما. نعم. ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما. نعم. بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا. نعم. ويسعى لنفسه سعيا مستقلا. نعم. احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين. نعم، يعني الذي يحمل الصبي في الطواف والسعي لا ينوي الطواف عنه وعن السعي، يطوف عن نفسه أولا ثم يحمله ويطوف عن محمول الطواف يعني. وهذا هو الأحوط، يطوف لنفسه طواف ثم يطوف طواف آخر للصبي. والقول الثاني، وأما كونه ينوي عنه وعن الصبي فهذا في خلاف من العلماء، من أجزه ومنهم من منعه. الشيخ رحمه رأى الجواز، يعني يطوف طواف حتى له وللصبي. أما إذا كان كبير مو صبي يعني لابد ينوي عن نفسه، إذا كبير ينوي عن نفسه. غير الصبي. وإذا كان في عرضة ويدفه فلا بأس، يكون
يكون المريض أو الكبير، العربة ينوي عن نفسه والذي يدفه ينوي عن نفسه. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته التي سألته نعم عن حج الصبي أن تطوف له وحده، لو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. يعني هذا الدليل أن المرأة قالت لها الحج، قال نعم، ما قال حجي طوفي لك وله، طوفي طوفا لك مستقل وطوفا له. ومن قال بالوجوب قال هذا معلوم من النصوص الأخرى. نعم. ويؤمر الصبي والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف. إيش قال؟ ويؤمر الصبي والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف. نعم. كالمحرم الكبير. كالمحرم الكبير. نعم. يؤمر بالوضوء والطهارة كالمحرم الكبير. المميز قال توضى ليش؟ توضى للطواف كالكبير. نعم. وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما. نعم. هذا من باب الاستحباب، والصبي يشق في أيام الزحام، في أيام الزحام، في أيام الموسم يشق كثيرا، فليس بلازم أن يحج، لكن إن أحب وأصر على أن يحج فيلتزم، يلتزم بمحظورة الإحرام. نعم. قال: وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل. نعم، ما هو واجب. وليس إيش؟ وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما. نعم. بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم. نعم. بعض يشق على نفسه هو يحج بالصبي أو بعدد الصبيان، يشق على نفسه، ليس بواجب. إن أحب وليهم يحج وإلا ترك. نعم. قال رحمه الله: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب. إيش؟ قال: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام. نعم. سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب. نعم. ولا يجوز بعد الإحرام، لا يجوز له أن يفعل شيئا من محظور الإحرام، للطيب ولا لبس المخيط للذكر ولا تغطية الرأس. نعم. ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص، أو على بعضه كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل. جاز له لبس السراويل. نعم، لقولنا مثلا: من لم يجد إزارا فلبس السراويل، ومن لم يجد عليه فلبس الخفين. فهذا الذي لا يجد إزار يشد به الأسفل يحرم بالسروال، والذي لا يجد خفين والذي لا يجد نعلين يحرم بالخفين، فقد جاء فهذا يقطعهما من أسفل الكعبين حتى يبرز جانبي الكعبين حتى يبرز الكعبان. نعم. وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع. نعم، لحديث ما قال واقع الحديث والأقرب ما أسلم الكعبين من غير قطع الخفين. بعض العلماء يرى القطع، يقول يقطع. لماذا؟ قال حتى يكون إيش؟ حتى تبرز القدمان، تبرز الكعبين. لأن قالوا لا يقطعهما السلم الخفين، هذا قاله إيش؟ قاله أولا في المدينة، ثم لما خطب الناس في الحج قال: من لم يجد زارا فيلبس السراويل، ومن لبس جدن عليه فيلبس الخفين، ولم يقل يقطعهما السلم الكعبين، فدل على أنه منسوخ. قال ولهذا قال جمهور أنه منسوخ.
وقيل إنها محمولة على الاستحباب وليس في نسخ. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ. إيش وأما؟ وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب. إيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة. ها؟ في المدينة. في المدينة. لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين. أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين، ولم يأمر بقطعهما، وقد حضر هذه الخطبة. ولم يأمر بقطعهما. نعم. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه. إيش؟ وقد آه. وقال: وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. نعم. كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه. نعم. فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. إيش وثبت بذلك؟ وثبت. ولو كان ذلك واجبا لبينه. نعم. لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. يعني قطع الخفين على قطع الخفين الأسفل هذا ناس منسوخ، هذا كان أولا قال في المدينة، في خطبة في المدينة، ولما خطب بعرفة قال: من لم يجثن عليه فلبس الخفين، ولم يقل له اقطعه مسلما من الكعبين. نعم. بقي يا شيخ. نعم. بقي 20 دقيقة. الموقف شو وقفت عليه؟ الموقف وقفت على ايش؟ عن لبس الخفاف. ها؟ لبس الخف. طيب. نعم. أسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، نويت الحج هذا العام. نعم. وجئت بعمرة التمتع، ما حكم تغيير النية من أجل حج عن رجل وكلني؟ يعني العمرة تكون لك الآن، والحج يجب أن يكون لك أو لغيرك، لكن بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك حجة الإسلام. فإذا كنت حجت عن نفسك حتى الإسلام فلا بس أن تحج عن نفسك أو عن غيرك. أما العمرة مضت تكون لك، ما تكون تجعلها لغيرك. نعم. ها؟ إذا كان الذي أنابه طلب منه حجا وعمرة فيعتم العمرة ثانية، وإذا كان الذي أنابه في الحج فقط فقي على الحج فيأتي بالحج. يقول السائل: هل يجوز للمتمتع أن ينوي بالعمرة لشخص والحج لشخص آخر؟ نعم، يجوز أن ينوي العمرة لشخص والحج لشخص آخر ويكون متمتع. العمرة لشخص ينوي العمرة لأبيه والحج لأمه، أو بالعكس، هذا لا بأس إذا كان حج عن نفسه واعتبر. أما إذا لم يحج عن نفسه واعتبر فلا يجوز له أن يحج عن غيره، فإذا حج عن غيره انقلبت الحجة وصارت له. نعم. يقول: وهل المتمتع يلبس الإحرام من أي مكان؟ ما؟ يقول: هل المتمتع يلبس الإحرام من أي مكان؟ من أي مكان؟ نعم. المتمتع يحرم بالحج من مكانه، من بيته، من مسكنه، وأهل مكة غير من مساكنه. فإذا كان المتمتع ساكن في شقة يحرم بالشقة. أما قول بعض الفقهاء إنه يستحب أن يحرم من تحت الميزاب تحت الكعبة فهذا ليس عليه دليل. وإذا كان الحجاج كلهم يحرم من تحت الكعبة وهم يكونوا مليونين متى ينتهون؟ هذا غير مشروع. نعم.
يقول السائل: بعض المعتمرين يحرم عن طفله ويلبسه الإحرام لكن يطوف به ووجهه عكس الطواف. لا، ما يجوز، لا بد أن يجعل البيت عن السالح، سواء الحاج الطائف يكون الحج عامة سواء كان صغير أو كبير. فإذا حج وظهره إلى إذا طاف وظهره إلى الكعبة أو وجهه إلى الكعبة فإنه يعيد، يرجع إلى المكان الذي جعل وجهه أو ظهره على الكعبة ويجعل الكعبة عن السالح. فإذا انتهى طال الفصل فإنه يعيد الطواف. لابد من شرط صحة الطواف أن تجعل البيت عن يسارك، فإن جعلته عن يمينك أو جعلت الكعبة وجهك أمامك أو خلفك ما صح الطواف. نعم. يقول السائل: بعض الناس يسمح لأطفاله بمطاردة حمام الحرم للتسلية. لا، لا يجوز، الحرم لا تلفى. قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حرم مكة، وقال: لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها. فإذا سمحت لطفك لابنك أن ينفر الصيد فهذا فعلك أنت، فأنت الفاعل، فلا يجوز هذا، حرام لك. وإذا قتل حمامة فإن عليه شاة يذبحها. نعم. يقول السائل: هل مرور المرأة أمام الرجل لغير ضرورة في صلاة الجنازة يقطع الصلاة؟ أولا، صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام. الإمام في سترة الإمام سترة المأموم، وإذا كان يصلي وحده فلا يدري أحد يمر بيديه. وإذا مرت المرأة قريبا منه دون ثلاث أذرع وليس هناك ضرورة بطلت الصلاة عند جمع من أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرء إذا لم يكن من لديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. مؤخرة الرحل يعني رحل بعير يقارب ثلثي ذراع، هذا شيء قائم، يعني مثل عصا قائم أو قائم أقل شيء ثلثي ذراع، هذه السترة. إذا مر ورائها أحد لا يضر. أما إذا لم يكن له سترة ومر قريبة منها امرأة أقل منها تذرع فإنها تقطع الصلاة على الصحيح. وكذلك لو مر الحمار أو الكلب الأسود. وذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة لا تبطل ولكن ينقص ثوابها، واستدلوا بحديث: لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، لكن واحد ضعيف عند أهل العلم. يقول السائل: أتيت من مصر محرما بالعمرة للتمتع للحج في رمضان. لا، في رمضان ما في تمتع لأن ما دخلها شهر الحج. عمرة رمضان لا تكون عمرة متعة، العمرة التي تكون للتمتع بعد رمضان. قال: وبعد رمضان ذهبت إلى المدينة للزيارة وعدت إلى مكة، فهل علي عمرة؟ إذا كنت لم تعتمر، نعم، إذا كنت لم تعتمر عمرة الإسلام لكن تقول تمرت في رمضان كافي، العمرة واجبة في العمر مرة، وما دام تمرت في رمضان كافي ما يجب عليك. وإذا حبيت تأخذ عمرة ثانية هذا من باب الاستحباب. والأفضل إذا زرت المدينة ترجع بعمرة محرم، هذا هو الأفضل من الميقات. نعم. يقول: وإذا كنت ناوي الحج ترجع من لا وتحرم من إذا ذهبت المدينة للزيارة ثم أردت الرجوع إلى مكة للحج لابد تحرم من ميقات المدينة، إما بحج أو بعمرة، إما بحج تكون مفردا أو بعمرة فتكون متمتع تطوف وتسعى وتقصر وتحلل ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن. نعم. يقول: ما شروط التحلل من الحج المفرد والمتمتع؟ المفرد لا يتحلل يوم العيد، وكذلك المتمتع كالقارن. إذا فعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة وحلق جميع الرأس أو تقصيره والطواف بالبيت مع السعي المكان أيسر. إذا فعل الثلاثة حل التحلل الأول والثاني، وإذا فعل اثنين منها حل التحلل الأول وبقي التحلل الثاني. ما هي؟ رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو التقصير والطواف بالبيت مع السعي لمن عليه سعي. نعم. يقول السائل: هل يلزم رفع اليدين عند البداية في السعي عند الصفا والمروة؟ لا، ما يلزم، هذا مستحب،
رفع اليدين والدعاء مستحب. الواجب السعي من ولا أيضا كذلك يشترط أن تصعد الصفا تصعد المروة، إنما من أصل الجبل تحت الجبل يبدأ السعي ومكتوب عليه. نعم. ما معنى قوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ يعني هذه في قصة أهل الكهف، أهل الكهف الذين شباب خرجوا فارين بدينهم لأنهم يعني كانوا يعبدون الأوثان، فخرج هؤلاء الشباب فارين بدينهم والتقوا على غير ميعاد، تجمعوا هذا وهذا كل واحد معرفة الثاني، لكن كل واحد خرج من قومه فار من عبادة الأوثان، فاجتمعوا وعووا إلى الكهف، فدخلوا الكهف ومعهم كلب، ومعهم كلب كما قال الله تعالى سيقول ثلاثة ربعهم كلبهم ويقول خمسة ثلاثهم كلبهم رجما بالغيب ويقول سبعة وثمانهم كلبهم، دخلوا فألقى الله عليهم النوم فناموا، ناموا مدة طويلة ما 300 سنة، 300 سنة بالسنة الشمسية و300 سنة و9 سنوات بالسنة القمرية. قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، لأن السنة الشمسية أو تزيد على السنة القمرية في كل يعني في كل يعني في كل سنة في كل فصل يعني 10 أيام تدور عليه، 10 أيام في كل سنة 10 أيام، وفي الفصل يعني في الفصل في السنة في 33 سنة يكون إيش؟ تكون سنة تزيد سنة، وفي 100 سنة 3 سنوات هذه تدور عليها، الفرق بينها في 300 سنة 9 سنوات هذه تدور عليها، لأن السنة الشمسية ثابتة، السنة القمرية تنقص، 10 أيام تدور عليها. ولهذا قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين هذه بالسنة الشمسية وازدادوا عليه 9 بالسنة القمرية، ناموا هذه المدة، والله تعالى يقلبهم كل 6 أشهر، قال حكمة والله حتى لا تأكلهم الأرض وتدخل عليهم الشمس، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كل مدنة مثل الشمس، فاستيقظوا بعد هذه المدة الطويلة وأحسوا بالجوع، فأرسلوا واحدا منهم معهم دراهم ليأتيهم بالطعام، وظنوا أنهم ما ناموا إلا يوم، لأنهم يوم ناموا مثلا في أول النهار واستيقظوا آخر النهار، ظنوا أن هذا يوم واحد، فأرسلوا بعض أحدهم وأعطى وقال اذهب بالورق هذه واستخفي لا تخبر عنا حتى لا يأتينا، يظنون أن الذين ولاة السابقين عباد الباقين، فذهب فاشترى استنكر صاحب البقالة وقال هذه العملة وكذا، ثم ذهب ورجعوا إلى كهفهم و يعني وصلناهم أماتهم، الله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، الولاة في ذلك الوقت، هذا فعلهم، وهذا فعل ليس عليه دليل، ليس معناه أنه حجة يجوز جعل المسجد عليه، جعل المسجد على القبور لا يجوز، لكن هؤلاء فعلوا هذا من عند أنفسهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذ عليهم مسجدا، اتخاذ المساجد على القبور محرم ومن أسباب الشرك، قال عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذا ليس دليل لأنه ما فعلها، من الذي فعله؟ فعله ولاة ليس معهم دليل وليسوا على الجادة وعلى الصواب، وإن فعلوا هذا من عند أنفسهم، قال الذين غلبوا عليهم لا اتخذنا مسجدا. نعم. هذا يقول السائل إذا الشخص طلق مرة أو امرأته وظاهرها، إذا طلق مرة امرأته مرة وظاهرها ظاهرها ظاهر
وظاهرة منها نعم، وهي في العدة. إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فهي زوجة ما دامت في العدة ولم تخلو من العدة، فإذا ظاهر منها يجب عليه كفارة الدهر، يقول أنت حرام علي، أو يقول أنت كظهر أمي، يكفر. إذا راجعها تكون زوجة، يراجعها ويكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. أما إذا قالها بعد انتهاء العدة خلاص ليس زوجة، خرج، ليس عليه شيء. نعم. يقول هل يجوز للمحرم لبس حامل الأولاد؟ حامل إيش؟ الأولاد، الأطفال، هناك فيه حامل الأولاد؟ نعم، زي المخيط. لا بأس، يعني له أن يحمل على ظهر، له أحمل على ظهره شيئا أو على فوق رأسه متاعة، ما دام أن هل يحمله ليس لباسا، يعني ممنوع من تغطية الرأس، لكن لو حمل شيئا على رأسه ولا يذكر ولا يريد تغطية الرأس لا بأس. كذلك لو حمل شيئا مخيط أو شيء على كتفه، يعني شيء يحمله، كذلك هذا الحامل هذا إذا احتاج إليه فلا بأس، لكن ما يكون شيء ثابت، ما يكون هذا الحامل شيء ثابت يشده على يعني على وسطه ويكون شيء ثابت، إنما يكون عند الحاجة يضعه، وإذا انتهى أزاله. نعم. يقول السائل ما هو الدليل على أن شوال من أشهر الحرم؟ من أشهر الحج. نعم. الله تعالى قال الحج أشهر معلومات. وهذا الحج أشهر معلومات جاء تفسيرها في السنة أن شوال ذو القعدة وعشر من الحجة. نعم. ألي هذا حج يعني أيصح الحج في هذا؟ يعني إذا حجت به هل حجه صحيح؟ قال نعم حجه صحيح ولك أجر. لكن ما قال أنه يجزي عن حج. الحديث الثاني أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، دليل على ما تكفي. وأيما عبد أعتق حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. هذا الحديث الثاني يدل على أنه لا يجزي عن حجة الإسلام. ما أحد يدخل مكة إلا محرم، اللي يريد الحج والعمرة. ما أي أحد يتجاوز الميقات لازم يرجع محرم، سواء متمتع ولا غير متمتع. تجاوزت الميقات لازم ترجع محرم، إما بحج أو بعمرة. داخل الماقيت ما في مال تبقى. الرجل الذي قصته راحلته على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه و يعني زر ورداءه، وجنبه الطيب، ولا تخمروا يعني تغطوا رأسه ورجله، فإن الله يبعثه ملبيا. ظاهره أنه ما يكمل عنه. لو كمل ما بقي محرم.